عسلامة. عسلامة. لاباس؟ والله الحمد لله. حشريب؟ يعطيك الصحة. الظهر أنك هبت أنت وصغيرة كي تحوسوا بعد شقة نفتر. هاي نهبطوا اليوم. أنا كل يوم نهبط شوية نعملوا دوريشة في الأسواق في القرانة نشوفوا الأسواق نتاع الحوايج العيد. ندوروا ندوروا ونروحوا. قيت نتاع شارين حوايج عيد ولا؟ والله مازال شوي بالنسبة لي أنا مازال شوي. تعطينا لمحة صغيرة على الأسعار؟ الأسعار كاسحة شوي، الأسعار كاسحة شوي. أسنان مش كيما عام ناول. أسنان من 70 وأطلع. يقولوا اللي الأسعار هي عام ناول غالية حسب ما قالوا. عم ناول أرخص من أسنان. لا عم ناول أنا ولدي ما أنا ما شاء الله ما أنا فهمت. أسنان الأسوان طلعت. أقل سروال ب 70,000 80,000 85,000. سبادري من 100 وبطلع انا برشا كسحين كسحين بالكدا يعني رغم انهم انهم محلات عاديه يعني محلات عاديه سوق معنا نتاع سواقي يقولوا نحن مش هكا دور يجين وحاجه سواقي معنا عادي اما انا ما عنديش حتى حل لازم نشري لهم ما انا بوها متوفي ان شاء الله ربي يرحمه تاش وترحم اختي تو عنده عام وانا اللي لاهيه بهم وليداتي الحق الحمد لله يا ربي فما زاد ما نكذبش عليك فما جماعه الخير يعني بنسيب نعطيهم لهم ربي معناها يعاونوا فيا بالجهد عائلتك؟ لا لا ناس فعل خير فهمت يرحم والديهم ويعطيهم الصحة وكثر خيرهم ديما يتفكروني ديما في العيادة كيف في رمضان كيف كيف في المكتب كيف كيف ما شاء الله معناها والحمد لله ديما نقولوا ديما صحة الأبدان لاباس الحمد لله أختي فهمت متحملة متحملة مسؤولية امرأة مني راجل مني امرأة مني راجل صعيبة صعيبة برشا ما كنتش نتخيلها هكايا ما كنتش نتخيلها باش تجيني حاجة هكايا معناها صعيبة 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 على الأخر خاطر الرجل عنده دور والمرأة عندها دور بخلاف أنه صغارك صغار يعني هاو نشوفوا فيهم ورا الكاميرا مازالوا أطفال هي أطفال معناها بنتي 15 سنة بنتي ولدي 13 سنة ما بنيت معهم عامين معناها ما بنيت بعضهم أما على رأس بعضهم كلي تعبوني شوي ما زدت بوهم الله يرحمه معناها مرض وتوفى زاد لم الامور زاد تعقدت اكثر معناها حتى مصروفهم وقريتهم ولبسهم وكل شيء ياسر معناها صعبت عليا والحمد لله دونك سنة اول رمضان بلاش زوجك الله يرحم سنة اول رمضان سنة اول رمضان كيفاش تعدى العام؟ والله يا العام تعدى حسيت انا بعد ما فت بها العام باش تعدى لي اصعب فتره معناها ما شاء الله كان ذاك قال لي اسمه سيس الدار معناها ما الحمد لله معناها حتى كيما نقولوا فيها ما يتحركش ما قاعد في كرسي وكذا ديما نقولوا هذاك سيس معناها سيس الدار معناها ان شاء الله تكون هذيك اخر اخر الاحزان معناها ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تكون اخر الاحزان وان شاء الله ربي يقويني على وليداتي وان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب وان شاء الله ربي ينجحهم ينجحهم ويفضلهم لي انا ما تعبه كان عليهم هما ما حمل الدرك وكله عليهم هم تخدم مش خدمه قاره مش خدمه قاره نخدم كل يوم ويومه نخدم كل يوم ويومه لقيت في الخبز البيت نبيع في شكاير الخبز نخدم نلقى معناها نخدم معناها نغسل الفرارش نخدم في الديار معناها خدمه النهار ما فيها عار الحمد لله ما نسعارش انا ما نسعارش ريتني ما تخدم حليل ما فهميش علاش باش تستعار باش نستعار نتعار كلمه يديا انا كي مدي دايره لبيت وقت هذاك نستعار وانا نعمل حاجه خايبه الوقت هذاك انا الحمد لله يا ربي بخشمي الحمد لله يا ربي من طيح حشمي كان ربي سبحانه ومنذل نحط منذل حتى الانسان في الدنيا ذي انا عايشه طبعا عندي 19 سنه في الحفصيه انا بنت الشمال على فكره انا بنت الشمال انا بنت جندوبه واحنا جماعه جنيد بخويا نعيشوا رجال معناها نعيشوا كل مرأة كل رجل نعيشوا رجال ونعيشوا كرامتنا نعيشوا بقدرنا نعيشوا باحترامنا والحمد لله يا ربي انا ربيت ولادي كيكا زاد كريتها معناها ما شاء الله على ولادي انا لا يتشرطوني كيما تو مشينا عملنا دوره في السوق عجبها صحيح سروال معناها وكذا كاسح شوي لكن مسكين رعات لك ظروفك اما بنتي ما شاء الله قالت لي ماما ينوب عليك ربي قلت لها ان شاء الله ماما ينوب علي ربي وانا بنتي ما نشريهولك ينوب علي ربي قلت لها ينوب علي ربي نشريهولك وانا نتخيل انت كأم ما تنسيش لا ما نسيش ما نسيش حاجه هكا قعدت في قلب بنتك ولا ولدك لا انا لا انا ولادي بنتي بالاخص بنتي تبارك الله بنيه بنتي الحاجه حتى ولدي زاد والحاجه اللي طلبوها ما نحرمهاش منهم سوا غاليه ولا رخيصه نشري لهم مره الاولى ومن بعد فهمت احنا مره في العام رمضان يجينا مره في العام يعايدوا وعلى فكره زاد حاجه اخرى
انا ولادي نشري لهم كان من العام للعام لبس جديده، من العام للعام، من رمضان لرمضان، ويوفى غادي حبس الخلصص مسكر السيطار. بعد نمشي للفريب، الفريب يلبس، الفريب ما شاء الله ما شاء الله، نمشي نختار، نمشي سوا ديجا انا نسكن في وسط المدينه، معناها في الحفصيه، معناها فريب الحفصيه بحذايا، نمشي نختار لهم قطعات. ساعة نروح لبنتي بقطعه تقول يا ما خذي منين جبتها، السوم نتاعها ماهوش نتاعها، سوم مرفق معناها بعشرة بخمسة بثلاثة بألفين بدينار، ونغسلها ونحددها ما شاء الله تلبسها بنتي تقول لها شريتها بخمسين ألف. والحمد لله ديما مكسيين وليداتي والحمد لله ومستورة والحمد لله. صعبت عليك المسؤولية من ناحية المصاريف أو من ناحية تربيتهم؟ من ناحية المصاريف صعبت برشا، من ناحية تربيتهم زادة صعبت علي برشا، خاطر مش كيما مرا وراجل مع بعضهم واثنين القف يهزوها زوز، أنا وحدي من وحدي معناها متحملة مسؤوليتهم وحدي، وصعيبة برشا زادة، ما نسخيلش معناها ما نسخيلهاش هكا باش تجيني صعيبة للدرجة هذيا، أما واحد ديما يقول الحمد لله، ديما واحد يقول الحمد لله، فهمت؟ وهذاك هو واش عندي، هذاك حاجة ربي، ربي حب وربي يهزو، باش نغور على حاجة ربي ما نغوروش على حاجة، أما ديما واحد يطلب له الرحمة، ديما نطلب له الرحمة، ديما نمشي. ربي يرحمه الناس الكل، السادة المشاهدين يترحموا عليه. ولا والحمد لله. بعد وفاة زوجك أكيد ولادك يعني حالتهم النفسية تعبت. بنتي، بنتي حالتها النفسية تعبت شوي، متعلقة بها شيء غريب. كيفاش خليتها تتجاوز؟ خليتها تتجاوز، أنا نوسي فيها، أنا اللي معناها نشدها بالسياسة، عايش بنتي كذا، معناها هذيك حاجة ربي، بوكم رضى، بكرتي كيفاش نعانوا فيه عامين كاملين، هي اللي تهز، هي اللي تعمل، أنا نكون معاها، نخرج لبرا هي تدخل داخل، أنا الداخل هي لبرا، مسكينة بنيتي، تعبت، تعبت معايا بالقدا بنتي ما شاء الله، تحملت المسؤولية وهي صغيرة. تحملت المسؤولية وهي صغيرة بالحق. تقول يا ما راهو با بالحق، البارح برك، البارح برك تقول يا با كان جا با حي، ما حبيتش نبكي قدامها أنا. قالت لي كان جاب با حي راهو معناها رانا شرينا من الايام الجمعه، معناها من الايام الاولى معناها العيد، وراهو عطاني با الفلوس، وراهو عطاني با ديما بوها. الكلام هذا ياثر فيك اكيد. ياثر فيه ويجعني، ياثر فيا برشا ويجعني، اما ما نحبش نظهر، اما ما نحبش نظهر لهم اللي انا متوجعه، اللي انا معناها محزينه، اللي انا معناها ناقصه برشا حاجات، اللي ولادي ناقصين برشا حاجات، ما نحبش نظهر لهم اللي هما ناقصين. الظاهر انه علاقتك طيبه كانت مع زوجك. انا ليه علاقتي طيبه والحمد لله ما شاء الله عايشني عيشة ما شاء الله، لاهي الفوق لاهي اللوطة مستورة والحمد لله. ماكش كير يا مدام؟ لا، دار حمويا الله يرحمه، دار حماتي الله يرحمها، عشت فيها انا وراجلي، مات راجلي قعدت فيها حتى لوزيتي، انا عندي زوج لوزيت وعندي سلفي. الحق يرحم والديهم زاد باهينا معايا، قالوا لي الدار معناها هذيك ما له العاطي ربي سبحانه، هذيك دار اسلام وطاهي، وما يفكك ما يفكها كان ربي سبحانه من عندك. احنا كي نجوا للدار، دار بابا وامنا، شموا ريحتهم، ودار خويا ما حشنا حتى بشيء آخر، والحمد لله يا ربي. هو قال لك ازرع، كيفاش يقولوا فيه المثل، كي تزرع تلقى ما تحصد، والحمد لله لقيتهم يحبوني وانا نحبهم بقدرنا باحترامنا، الحق ما لقيت حتى قلق ما بيناتهم، والحمد لله يا ربي. خلي لك الكلمه الاخرى مدام. خليكم كلمه، والله مش نقول لك انا ماذا بي اخويا يخفضونا شويه في الاسعار، ينقصونا شويه، راهو بالحق السنه راهي كاسحه 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 على الاخر، وشوية زاد المعيشة زاد غليت زاد برشا برشا، ما خلطناش بالحق، ما خلطناش ما خلطناش، أنا أنت اللي يهزوا، أنا اللي يطيحوا النهار يهزوا الليل، واللي يطيحوا الليل يهزوا النهار، أنا ما خلطناش بالكدا بكدا، وديما واحد أما شنو المشكلة، اللي إحنا التوانسة، أنا واحدة من الناس بنت تونس ونتشرف ببلادي والحمد لله يا ربي، وإن شاء الله ديما من أحسن من حسن لأحسن. يعطيك الصحة.